أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم خطوة. والنهاردة معانا موضوع على الساحة خطير جدا ومنتشر في مجتمعنا بكثرة وبشتى الطرق وبشتى الأنواع، ياما بنلاقيه في المجتمع، بيكون جريمة في حق المجتمع، بتكون جريمة في حق الأسرة، بتكون جرائم الإلكترونية بطرق مختلفة وطرق ملتوية. فالنهاردة في برنامجنا خطوة قررنا نخلي أو نتبنى موضوع الجريمة وإزاي نحمي نفسنا من الجرائم المختلفة. فعشان نبدأ مع حضراتكم خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء. وأول ما نرحب هنرحب طبعا بزميلتنا الإعلامية اللي بتنورنا دايما في حلقاتنا الأستاذة فاطمة مجدي. أهلا بيك يا محمد وكل سادة المشاهدين وكل متابعي شاشة الصحة والجمال اللي دايما الحقيقة بتبهر جمهورها بكافة الموضوعات والقضايا اللي بتقدمها لحضراتكم واللي أكيد بتهم كل بيت مصري. حلقتنا النهاردة في خطوة حلقة من نوع خاص يمكن تكون غير تقليدية شوية، لأننا هنحاول نطرح أفكار جديدة لحل مشاكلنا الاجتماعية ومنها الخلافات الزوجية وقضايا الأسرة. ده لأننا شفنا أن مشاكلنا اتغيرت كتير عن زمان، اتطورت، بقينا بنلاقي جرائم ومشاكل منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمع وبتزداد خطورتها يوم بعد يوم، لذلك محتاجين حلول غير تقليدية. النهاردة هنتكلم عن فكرة جديدة وفريدة من نوعها، مفهوم مبسط جدا اسمه المحاماة العلاجية. بس أول ما بنذكر سيرة المحاماة العلاجية الناس بيحصل عندها حالة من اللخبطة وبيتسألوا ايه اللي جاب المحاماة للعلاج؟ طب ايه هو اصلا مفهوم المحاماة العلاجية وازاي احنا نستفيد منه؟ النهارده هنتكلم عن المحاماة العلاجية وهنفتح كمان ملف كبير جدا منتشر بشكل مبالغ فيه، هو تطور الجريمة، تطور شكل الجريمة ما بين الماضي والحاضر. النهارده في حلقتنا منورنا في الاستوديو أستاذة سحر مسعد، محامية بالنقد ورئيسة مركز المحاماة العلاجية الدولي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي. أستاذة فاطمة المكي، استشاري أسري وتربوي. أهلا بيكي يا فندم. منورنا في حلقتنا النهارده يا جماعة، ومتشوقة جدا للحوار معاكم، خاصة إن احنا هنفتح مواضيع ربنا يستر فعلا. هنتكلم في مواضيع تقيلة شوية. سؤال لحضرتك أستاذة سحر، خليني أبدأ بيكي. محتاجين مقارنة بسيطة لشكل الجريمة بين الماضي والحاضر، والشكل ده التطور بتاعه بيؤدي إلى إيه بالظبط وإيه الخطورة علينا وعلى المجتمع ككل؟ طيب، أولا أنا سعيدة بوجودي معاكم أوي النهاردة، وسعيدة أكتر إن أنا مع أختي وصديقتي فاطمة. بصي، لأن إحنا كل يوم في هذا المجال، في مجال القضاء ومجال المشاكل، فاللي إحنا بنشوفه من التطور في الجريمة بشكل سريع جدا يخليني أقول لك إن فعلا أنت بتطرحي موضوع لازم كان يتطرح ويتناقش على ساحة الإعلام يعني بصورة كبيرة أوي ومن زمان أوي. تعالي اقول لك في احصائيه كده قبل ما اجي لك كده رجعتها، احصائيه عالميه قالت ايه؟ ان مصر الاول تصنفت من ضمن الدول العربيه على واخده رقم 4 على مستوى الدول العربيه في انتشار الجريمه بشكل واسع جدا وتطور الجريمه فيها، وعلى المستوى الافريقي احنا واخدين المركز الثامن، وعلى المستوى العالمي 26. الله. ده مركز اسمه ده مركز عالمي للاحصاء يعني للجريمه في العالم اسمه نبيل. فطب ليه الجريمه اتطورت كده؟ تعالى كمان جاب لك شكل سبيشال اكتر، قال لك ده انت كمان جرائم القتل العمد زادت عندك بمعدل 130%، يعني 100 القتل العمد. جرائم البلطجه زادت عندك 320%. طب هو في اكتر من كده ايه بقى؟ احنا محتاجين طيب حد اللي لو في مشكله بسيطه جدا بيني وبين طرف اخر، خلاص بدل ما احل المشكله واتعب نفسي في التفكير انا خلص عليه وخلاص. لا، هي المساله مش كده. خليني اقول لك، بس احنا دلوقتي احنا كرجال قانون، او يعني انا بتكلم باسم رجل القانون. القانون جه عشان يعمل ايه؟ ينظم العلاقات ما بين المجتمع، ما بين الافراد. فانا جاي انظم العلاقات ديت، فبحط حاجه تحل المشاكل وتنظم العلاقه بحيث ما يبقاش فيه مشاحنات. طب لما في قانون بينظم من العلاقات، انا ليه الجريمه وصلت عندي زياده 130%؟ الاحصائيه دي 2019، يعني احصائيه حديثه. ليه تزيد عندي جرائم القتل العمد؟ ده انا عندي القتل اعدام فورا، يعني كل الناس عارفه ومش محتاجه الناس يبقى عندها علاقه بالقانون ان القتل اعدام، وقتل العمد مع سبق الاصرار يعني ما فيش نقاش في ده. اتضح ان الناس ما عندهاش ثقه في القانون، بمعنى انا وصل بيا ان بتعدى على الشخص التاني لان انا عارف ان انا لو قضيته انا مش هاخد حقي.
وفي نفس الوقت ان انا انها لسه هستنى حبال القانون الطويله. تمام. فبقت الناس عندها قلق اللي هو، وفي نفس الوقت انا اصلا ايش عرفني ان القانون ممكن يجيب لي حقي في الموضوع ده بالصوره المرضيه ليا؟ يعني انا مثلا زوجي عنفني وضربني وجاب لي ارتجاج في المخ، انا عندي حالات وصل ان هم جالهم فقد سمع من كتر ما بتتضرب بالقلم. تمام. عندي حالات والله يا فاطمه، عايزه يا استاذه فاطمه صح؟ اه عايزه اقول لك يا استاذه، ماتوا لمجرد ان جوزها متعود يطفي سجاير في رجلها. طب انت منتظره يعني، انت مستنيه ايه؟ ما رفعتيش عليه قضيه دي؟ ياما الحاله اتدهورت قالت لك ارفع طلاق بقى ولا خلع ورايح دماغي. طب انت من الاول ما اصلا مش عارفه حقوقي، طب انا هروح فين؟ طب انا لو انا اتطلقت مين هيصرف عليا؟ طب انا كميه من الجهل بالقانون مخليانا نوصل لان الجريمه لازم تنتشر ولازم تكتر. طب هي ليه اتغيرت؟ يعني انا بتكلم هي دلوقتي قلت لك ايه سبب انها كترت. الناس عندها عدم ثقه في القانون، عدم وعي وعلم بالقانون وتطوراته، وان في ايه، وان في يعني نصوص بتتجدد وفقا للمشاكل الجديده، وتاني حاجه ان احبال القانون طويله وانا مش عندي وقت ان انا استنى حقي لما هكون اتدمرت نفسيا. هي بالنسبه فعلا للمشاكل الاسريه اللي حضرتك اثرتيها بالفعل، هي بتكون راجعه لعدم الثقه في القانون، وفي بعض الاوقات ان الست ما بتبقاش زي ما بيقولوا ملكها في ايديها. بمعنى في معظم الستات اللي هي منذ القدم يعني بتقول لك الست ملهاش غير بيتها، حته تستحملي وبيتك وعشان الاولاد والكلام ده كله. في بعض الاوقات ممكن تتضرب، ممكن تتهان، ممكن يحصل معاها اكتر من كده بكتير، وبتستحمل برضو تقولك عشان البيت. انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، يا استاذ معديان، ان بقتش مشكلتنا ان هي بتضرب، انا مشكلتي ان الضرب بيوصل بينا للقتل في الاخر. تمام. يعني انا بس في حالات اللي عصرتها في شغلي، اللي خد مراته رماها من الدور السابع، دي حاله قتل عدت عندي. اللي كان بيطفي في رجلها السجاير حصل لها حاله تجلطات، وعبال ما خدنا الخلع كانت هي يوم ما صدر حكم الطلاق او الخلع كانت توفت. ده حقيقي. لا 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 لا. فاحنا بنوصل في النهايه لعدم ثقتنا في القانون ان بنوصل لجرائم اللي هي القتل ويعتبر قتل عمد. ما انا ما بعملش دوت منتظر ان هي سوري تطلع ملاك بعد كده وتخف وما يحصلهاش اي اثر. اللي فقدت جزء من السمع بتاعها عشان خاطر بتتضرب بالقلم كل شويه. تطور الجريمه بقى جه ازاي؟ ده انا بقول لك بس كده دلوقتي احنا ليه عندنا جرائم وليه الجرائم زادت؟ اتطورت بقى ازاي؟ الحاجات اللي احنا بنسمعها كلنا ومش خافيه على حد يا دكتوره فاطمه، اللي هي ايه؟ ان اسيب ابني يتحلل في في في, في السرير. وعفوا بس انا ليه كومنت على الموضوع دوت، انا مش مع ان الست مجرمه، بالعكس الست ضحيه مع ابنها. دي معلومه ليكم، لان يعني الست دي لما تجيلي مثلا في المكتب تيجي تقول لي الحقيني انا مش عارفه اعمل ايه، انا كل شويه بتضرب وبتهان وباخد عيالي واروح اجوع بيهم في بيت والدي لان هو مش هيديني مصروف. فلما اسيبه عشان يحس بالمسؤوليه، ما هو ما عنديش بديل. فانا والمجتمع مشجع ده، يعني اهلها مشجعين ده، لما تعمل ده ما فيش حاله استنكار، يعني مش هيبص لها ايه ده اللي سابت ابنها خالص، ما فيش استنكار. فما تجيش بعد ما الولد تحلل اقول لي ازاي تسيب ابنها يا ازاي تسيب، انتوا اصلا راضيين؟ الواقع ده ما هي هي مشكله. ما انا اقول لحضرتك مهما يكون الضغط ومهما يكون الظروف اللي هي عايشه فيها، ما ينفعش ان هي اصلا تسيب طفل رضيع، هيجي لها قلب ازاي؟ استاذنك بقى، ده بقى عرف يا استاذ محمد، بقى عرف. يعني العرف في الارياف على فكره، مش الحاله دي بس، تعالي شوفي يعني قبل يعملي استبيان لكذا حالات اسريه في ارياف او في قرى، هتلاقي معتادين ان انت تزعلي تجيلي من غير ولادك، ده العرف في المنطقه. فما بقى ده العرف، وجاي بقى لما حصل جريمه كشفت عوار العرف دوت، بقينا نقول يا حرام ده ما يصحش، ده العرف. انا رحت في قاعده عرفيه من اسبوعين في مدينه اسمها الحوامديه، فبنتكلم ان حقوق الست قبل اي حاجه نتكلم في الحقوق، بعدين نتكلم في التفاوض هنسيب ايه. انا قلت لك على حاجه، انا بس هستاذنك اكمل النقطه دي. تمام. فبقول لهم ان في حاجه اسمها متعه للست هتاخدها وعده ومؤخر، ده شرع ربنا. قال لك لا ما عندناش حاجه اسمها متعه. فحضرتك مش مستمعاك؟ قال لي لا ما عندناش، احنا البلد حتى والد البنت، لا لا احنا ما نعرفش حاجه، انتوا بتصلوا؟ قال لي اه بنصلي. جوزت البنت على سنه الله ورسوله؟ اه جوزناها على سنه الله. طب ما فيش عندنا متعه. عرف خسف حق ربنا اداهولها عشان العرف. فاحنا العرف لما يجي يتعرى دلوقتي ما نقولش غلطه الست. هي المشكله هقول لحضرتك على هي قله، هي قله وعي وقله ثقافه. تمام. بس القصه كلها احنا بنتكلم حضرتك في ان الطفل رضيع معايا، يعني العرف ماشي في بعض الاوقات اللي ماشي ان انت ما تجيش من غير اولادك، بس امتى تترك اولادها؟ لو مثلا خلاص تخلى عن الرضاعه، اصبح مثلا سنتين بيقدر ياكل
امره بايده، يقدر يقول لك انا جعان. يعني حتى الطفل الصغير بيبص لي لما بيجوع، مام عايز اكل اشرب، فبينبهك. لكن ده طفل رضيع، انت يجي لك قلب ازاي؟ هي الروايه اللي اتقالت يا محمد انه ان هي سابت الطفل مع زوجها ومشيت وهي عارفه انه معاه، يعني هو اللي هيراعيه. هو احنا مش هنخش في تفاصيل، اقول لك على حاجه، انا بتكلم في لاين عمومي. أيوة. انا ليه بعمل ده والناس اتفاجئت بيه؟ ده هو اوريدي في المجتمع يعني. فجت كارثه في بيت فكشفت العوار، انما ده اللي بيحصل صدقني، الرضيع او غير الرضيع هو ده اللي بيحصل. لا تعالى بقى نقول، ما دي جريمه، احنا ليه مش كاشفينها؟ جريمه ان انا اقرص على 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 زوجه او اقرص على اب بطفل لا حول الله ولا قوه، دي ابشع انواع الجرائم. وده تطور، ما كان زمان ما فيش حاجه اسمها كده، ما كانش في حاجه اسمها ام تنفصل عن ابنها وياخدوه منها وتسكت والكلام ده. انا لسه كنت بقول لحضرتك، لحد فتره قريبه كانت البنت مثلا لما تروح تشتكي لوالدتها، لا يا بنت استحملي عشان الاولاد، استحملي، كلنا دي كلها مشاكل وكلنا عايشينها والكلام ده كله. فطبيعي ان هي في بعض الاوقات بتستحمل اللي بيحصل لها. بس انا مع حضرتك طبعا ان الكلام ده كله، او المراه بتبقى عباره عن رد فعل لفعل الرجل. صحيح. لو الرجل احسن معاملتها يستحيل ان هي هتسيء المعامله، ولو الراجل اساء المعامله في الطبيعي ان هي لازم هتسيء المعامله دي. تمام. هو بس في نقطه، ان احنا دايما بعد اي مشكله بنرتكب خطا كبير جدا، اننا بندور على مين المخطئ قبل ما ندور على فين يا جماعه ممكن نوصل لحل يرضي الطرفين. فهي دي مشكلتنا كلنا في حياتنا، ان احنا دايما بندور على مين الشخص المخطئ وبنرمي خالص. يعني احنا، انا شخص مش غلطان، انا ما غلطتش في حقك، انا ما عملتش اي حاجه. لكن بسهوله جدا او مثلا لمشكله بسيطه نقدر اننا نوصل لحل بسيط جدا يرضي الطرفين. خلينا نتكلم برضو يعني عن المشاكل النفسيه مع استاذه فاطمه. المشاكل النفسيه برضو بتمر بتطور وتغير، يعني مثلا في مشاكل نفسيه في الفتره الحاليه ما كانتش موجوده زمان؟ بصي، هي بس مش فكره المشاكل النفسيه بتمر بتطور وتغير. الجزء اللي كانت فيه استاذه سحر اصلا، الجرائم ما قبل الجريمه كان ايه؟ المشكله النفسيه. لو اتكلمنا عن زمان والمشاكل النفسيه اتطورت ولا ما اتطورتش، زمان كان ناس جزء عنده مشاكل وجزء عنده اضطرابات خفيفه قوي. دلوقتي 99% من الناس عندهم مشاكل نفسيه. فدلوقتي ما بقاش في حد اصلا ما عندوش مشاكل نفسيه. ما عندوش مشاكل بغض النظر عن درجتها بقى كبيره قليله، يعني بغض النظر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو احنا بنتكلم عن الجريمه من ناحيه القانون، فاحنا بنتكلم في حاجه ملموسه. يعني يا سحر مثلا مثال قالت بيطفي السجاير في رجليها، واحده قتلت جوزها عن عمد، حاجات ملموسه امسكها في ايدي. لكن لما اجي اتكلم بقى عن الجريمه النفسيه، ايه اللي همسكه في ايدي؟ حد بيمارس سلطه عليا، بيدمر ثقتي بنفسي، بيخليني شخصيه ماليش اي تاتي لازمه، مش عارفه اخد اي قرار في حياتي، بعدت عن كل الناس، مش عارفه احمي اي حاجه من حدودي النفسيه. هو حرفيا قتلني. ان هو مش القتل كله سكينه ودم وجثه وموجه، هو قتلني من جوه. فلو جينا بقى نبص على كم البيوت كده، كم بيت موجود، كم اسره موجوده، كم ابن عايش مع بابا في نفس البيت، او كم بنت عايشه مع مامتها في نفس البيت، وفي الاخر هم واقعيا فعليا هم كل واحد فيهم في وادي. حتى مشاكلهم النفسيه اصلا، يعني تلاقي بيت واحد كده مشاكل متطرفه، يعني واحد مسالم جدا هو الضحيه اللي بيمارس عليه كل حاجه، شخص عايز ينقذ العيله وينقذ الكل، شخص تاني بقى او ثلاثه اربعه كده هم الجانيين على الاسره دي وما حولهم بقى. فالفكره كلها، احنا لو جينا نتكلم على جريمه، او زي ما كانت الاستاذه سحر بتقول، احنا مهمشين حته ان احنا نهتم بالجزء بتاع التوعيه والتوجيه والارشاد، ففي جزء قبل منه مفهوم الاسره بقى في حد ذاته. فين الاسره النهارده؟ احنا لو جينا نتكلم عن الاسره النهارده، فين الاسره النهارده؟ فين الاب والام والولاد ونقعد مع بعض على طبليه واحده وناكل مع بعض؟ الكلام ده مبقاش موجود. الكلام ده مبقاش موجود نتيجه بقى طبعا التطور ونتيجه كمان ان معظم الاوقات دلوقتي مع انتشار الفيس والسوشيال ميديا والكلام ده كله. احنا دلوقتي بنشوف مفهوم الاسره، الاول كان الزوج احتواء واستقرار، دلوقتي تلاقي مثلا الزوج قاعد ماسك الموبايل والزوجه نفس القصه والاولاد كل واحد. فتيجي تكلم يا ابني قوم مثلا هات حاجه، طب حاضر وبتاع،
والحاجه ما تتنفس. الاساس كلمه مفهوم الاسره مش موجوده اصلا. فالولد بيتكلم مع باباه كانه واحد صاحبه، مش اصلا ملوش يا بابا، هو بيناديه باسمه عادي. لا معلش، انا اسمحي لي يا استاذه فاطمه، انا بس عايزه افهم منك يا فاطمه ليه وصل بالراجل يعني مفهومه يجيبه انه يعذب يعني زوجته اللي هي زوجته يعني تربي له عياله لدرجه انه يحطمها نفسيا؟ يعني ليه التطور ده؟ يعني زمان ايام سي السيد وايام الابيض والاسود ما كناش بنشوف علاقه الزوج بالزوجه مهما تطورت فيها القتل الممنهج ده. ده ممنهج يا فاطمه. خلينا نتفق قبل ما ليه هو بيعمل كده. هي كزوجه دلوقتي احنا لو جينا اتكلمنا عن كل واحد بذاته، سواء بقى بغض النظر راجل او ست، انا كبني ادم كانسان تمام، كوني اصلا سمحت لحد ان هو يمارس عليا ضغط نفسي وقهر نفسي ويمسك كده حياتي كلها يتحكم فيها، وعلى فكره يتحكم فيها كده كانه ماسكني معروسه ماريونيت كده، ومش شرط الراجل هو بيتحكم في الست، في ستات هي اللي عامله في الرجاله كده، وانا عندي حالات كتيره جدا بقى الرجاله اقسم بالله مقهوره، عارفه قهر الرجال؟ مقهوره، وهو اللي عايش ومستحمل عشان خاطر البيت والولاد. فلو انت بتقولي ليه وصل المرحله الموضوع ان هو ان انا ابقى مستنيه اطفي السيجاره في رجلي وانا قاعده، لان انا من الاول معلش يعني انا من الاول اصلا اي انا ملطشه، عارفه اللي هو حد بيكون ملطشه، هي القصه كلها في قله الوعي، وان كل واحد معلش يقل ليه ويقل عليه. طب هي المفروض تعمل ايه بقى؟ اللي مش عامل ايمان نفسه، بص خلينا متفقين ان اللي مش عامل ايمان نفسه محدش يعمل له ايمان، ده نمبر 1. نمبر 2، ربنا بيقول في القران ولا يظلم ربك احد، وفي آية تانية بيقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالفكرة كلها جاية من عندي أنا. طب أنا ليه بعمل كده؟ يعني هو في حد عايز يتعذب؟ يعني أنا بس هروح بعذبك النهاردة بس تعالى طفي السيجارة في رجلي؟ أكيد لأ. بس الفكرة في إيه؟ أنا أصلا عندي جهل بنفسي، ما عنديش وعي كافي بنفسي، ما عارفش أنا مين، فبالتالي مش عارفة أنا مين، فمش عارفة أنا عايزة إيه، فمش عارفة أنا رايحة فين، فمش عارفة أنا هعمل إيه. فأي حاجة تمشي، أنا نازلة من بيتنا رايحة مشوار مش عارفة أنا رايحة فين، فوقف التاكسي مكان ما يوديني هنزل تاكسي بقى انا وحظي بقى زي ما تيجي. فالبدايه لو انت بتسالي على البدايه، البدايه اول حاجه لازم يكون في توجيه وارشاد ناحيه فكره معرفه النفس. المشكله بقى اللي تواجهنا احنا هنا الناس اللي بتشتغل في مجال العلوم النفسيه او العلاقات الاسريه، حته ان لسه الناس لحد النهارده عندها خوف وتوتر وقلق من فكره كلمه نفسي. طبيب نفسي بقى، اخصائي نفسي، اي حاجه فيها نفسي يقول لك انا مش مجنون. لدرجة أغلبية الناس اللي بتجيلي ثلاث أرباعهم حرفيا بدون مبالغة هم أصلا جايين وهم يعني بعد ما بيجوا احنا ما كناش عايزين نيجي، احنا كنا بنتريق يعني اللي هو هتعمل لي إيه؟ يعني أروح أقول لها كلمتين، طب أنا بقولهم لصاحبتي بقولها لمامتي، هتعمل لي إيه؟ ولا حاجة. مش واصل لهم فكرة إن الاستشاري الأسري ده أو الخبير الزواجي أو أيا كان عنده خبرة، شاف حالات قدامه كتير قوي. يعني أنا بشتغل في المجال ده بقالي 10 سنين، لكن انت تخيلي كم الاستشارات اللي انا قابلتها خلال 10 سنين من رجاله وستات واباء وابناء وامهات ومراهقين. طبيعي، لان هي المشاكل بتبقى موجوده على الساحه، واحنا كلنا اكيد بنحتاج اللي يحط رجلينا على اول الطريق. بالظبط كده. فاللي ما يروحش معلش لصاحب الخبره يبقى هو اصلا المخطئ في حق نفسه اولا. بالظبط كده، هو ده اللي انا بتكلم فيه، مخطئ في حق نفسه اولا. في ناس ابتدى الموضوع يبقى فيه توجيه اكتر، ابتدى يبقى فيه يعني في محاضرات، في برامج بتتكلم زي ما احنا بنتكلم كده على القضايا المجتمعيه وقضيه الاسره. الموضوع بقى طبعا عن زمان خالص، يعني من 10 سنين انا كنت عامله صالون اسمه هتجوز صح. كان الصالون ده يعني الناس كلها جايه اللي هو يعني خطبه، يعني احنا هنيجي نقعد مع بعض كده، يلا حبيبي يعني دي نقي لك واحده وخدها. هو كان صالون توعوي، احنا قاعدين كشباب بنتناقش في فكره الزواج اصلا، لان فكره غياب دور الاب والام زمان كان ايه؟ الام بتفهم بنتها وبتوعيها، والاب بيفهم ابنه وبيفهم، واصلا متربيين على كده. دلوقتي مين بيوجه مين؟ فين دور التوجيه؟ لا احيانا بقول لك احنا لا احيانا دلوقتي بقول لك احنا بنجيب العيال هي اللي بتربينا مش احنا اللي بنربيهم. مين بيوجه مين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، ودي الكارثه الكبرى اللي انا عايز اركز عليها ما بين الماضي والحاضر، الجيل بتاع النهارده ده انا من وجهه نظري شايفاه ضحيه الجيل اللي فات. بمعنى ايه؟ انا لما شفت مامتي استحملت واتبهدلت واتمرمطت وشالت الطين وفي الاخر والله ما حدش قالك استحملي، بكل براءه يجي الولد كده لمامته والله كنت اتطلقت، مين قالك اصبري؟ فخوفنا من ان احنا نكون زي النماذج القديمه خلانا نعمل ايه؟ نتمرد بقى بزياده، افتري بزياده، انا خايفه حد يجي عليا يقهرني، فاعمل ايه؟ اقهر انا قدامي بسرعه، الحق بقى، عارفه اللي هو ايه؟ انا لازم الاول الحق عشان ما تاذيش. عايزين بس نحط حته هنا، انت حضرتك دلوقتي بتقولي عايزين نبين للناس ان هنا الظروف هي اللي بتدفعك للطلاق، لان عشان ما حدش يقول ان الدكتوره فاطمه بتدعو للتمرد على الازواج خالص. والله انا فكره، بصي ما هي المشكله برضو دي مشكله تانية. يعني حضرتك دلوقتي اللي بيجي لي العياده او اللي جاي في مكتب عايز استشاره جاي امتى؟ ربنا بيقول في القران خفتم
وان خفتم، يعني خفتوا يحصل حاجه ما بينكم، روحوا حكموا من حكموا من اهلها وحكموا من حكموا من اهلها وحكموا من اهلها. طب انا اللي جاي لي ده جاي لي بعد ما خلاص استنزف كل المحاولات، خلص كل طاقته، هي بقى سمحت له بقى 90 مره يطفي السيجاره، فهي جايه لي بعد المره ال100 خلاص، عبال ما اتحكم في القضيه كانت هي ماتت، الموضوع خلص. فالناس امتى بتبدا تلجا؟ لما الدنيا تسود خالص، مع ان المفروض انا لو عايزه احل الجا في البدايه، انا لو عايزه بيتي خايفه عليه لازم اخد موقف عشان بيتي ده يفضل زي بالظبط كده. انا بربي ابني، ينفع اربي ابني كل حاجه حبيبي ماشي حاضر عينيا كل حاجه، ولا في حاجات عشان يتعلم باخد معاه فيها موقف؟ ومعانا مداخله تليفونيه يا دكتور. تمام. نقول الو. الو الو، يبدو ان في مشاكل في مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. موضوع كويس جدا، شرفتينا ونورتينا والله يا فندم. انا عايزه اقول ان استاذه صاحبه استاذه فاطمه عاملين يعني حلو قوي. رحت الاستاذه سحر قبل كده وكنت هرفع قواضي، وهي نصحتني ان لا الموضوع ممكن يتحل من غير محاكم والكلام ده كله، فوجهيني استاذه فاطمه، واستاذه فاطمه فعلا ارشدتني في حاجات كتير جدا والموضوع اتحل من غير اي مشاكل. كويس جدا، كويس. يعني حتى هي دلوقتي طرحت فكره كمان جديده اسمها هتجوز صح، اللي هو الصالون اللي كانت بتعمله. فبرضه بما انه توعوي بيصحح الافكار الخاطئه اللي كلنا مثلا بنقع فيها، فدي برضه حاجه جميله. وبعدين كمان ده حقيقي، واللي بيطلب التوجيه فعلا بيلاقيه، فهو كلنا نعمل كده. هي مشكلتنا احنا في قله الوعي والثقافه والخوف، يعني ان الواحد مش بيبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، ومش بيبقى عارف يتصرف ازاي، فبيستنى او بيدي فرصه ان يخش في حياته ناس تانية ترسم له طريق تاني خالص لحد ما الطريق يتسد في وشه، وبعدين يرجع يدور على الحقيقه فين. شرفتينا ونورتينا والله يا استاذه. شكرا. بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا ليكي. طيب استاذه سحر بقى، يعني انا من بدايه ما قلت المقدمه اتكلمت عن مفهوم المحاماه العلاجيه، عندي فضول اعرف يعني ايه محاماه علاجيه، واكيد اي حد شافنا دلوقتي برضو محتاج انه يفهم. يعني يسعدني ان انت عايز تعرفي، لان انا بحاول اروج للفكره دي لكل البشر بصراحه. بصي، المهنه بالنسبه لي مهنه رساله، زي الطب وزي كل المهن اللي فيها جزء يعني مجتمعي وجزء ليه رساله. انا لما جيت فكرت اشتغل في المهنه حسيت ان انا بحس قوي بالقضايا، يعني لما باجي اشتغل قضيه بحسها، لان انا مش موظف لا انا قاضي ولا وكيل نيابه مجبر اشتغل القضيه ديت، لا انا بختار الموكل بتاعي. يعني العميل بيجي لي انا مؤمنه بقضيته وبشتغل له بقلبي جدا يعني. فمن كتر احساسي ان 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 فعلا مرفق العداله ما هوش هو المنصف الوحيد يعني، وانه اعرج بظروف او بسبب ظروف او باخرى، يعني ليها علاقه بالدوله وبالسياسه، ليها علاقه بحاجات كتير، فقررت ان انا ابقى جناح تاني للعداله. بمعنى ان انا المحاماه بالنسبه لي هي بتعالج القضايا، يعني ما بتجيلي الحاله بنقعد نسمع منها ونوجهها، هي جايه تتطلق وطلع موضوعها ما يبقاش طلاق اصلا، ممكن يبقى قصه تانية خالص، فانا اللي بقدر اقرر الحل بتاعها ايه. فلما بتسمع مني بتوافقني وتحس ان هي فهمت واستريحت وان الموضوع في ايديها والاختيارات في ايديها. دايما الست لما بتيجي تتطلق عارفه بتيجي تتطلق ليه؟ لو في عنف يعني صادر من زوجها او عشان ما ده الحل الوحيد اللي بتسمع عنه في الميديا، تشوف في التلفزيون جوزك ضربك طب مش مستحمله تطلقي، فطلع في حلول تانية وهي ما تعرفهاش، جوزي ما بيصرفش عليا فانا هتطلق ليه حبيبتي تتطلقي، يصرف عليكي وانت معاه في بيته، فما كانتش تعرف هو انا ممكن ابقى في بيته وارفع عليه قضيه. اه طبعا ينفع. طيب هو جوزي ينفع لما يضربني ارفع عليه قضيه ومن غير ما لو ضربك روحي اعملي له محضر في الاسم عشان تبيني له ان انت فاهمه ان ليكي حقوق وخديها مش محتاجه تطلقي اصلا. فابتدت الناس يبقى عندها نوع من انواع الايه الوعي والتوعيه، فبقينا ناخد منحى القضايا بشكل مختلف تاني. يعني اللي انا افهمه من حضرتك ان اللي مثلا عايزه ترفع قضيه فبتيجي لحضرتك انت بتقدم لها حلول، بقدم لها او بعرفها ايه حقوقها اولا، وبقول لها الحل المناسب لحالتها، لان في حلول يعني في الطلاق سهل واسهل حاجه وده مكسب لينا نقعد نرفع قضايا، بس في النهايه انا ما اديتش المهنه الرساله بتاعتي بامانه. فانا عندي رسائل تانية بقدمها من خلال المكتب، زي ايه؟ في حاجات كتير جدا بتخلص بالتحكيم، شغلنا يعني قسم خاص للتحكيم، بنعمل تحكيم في قضايا معينه، خاصه قضايا الدم، قضايا الطار، قضايا العمل، احيانا بيبقى في مشاكل بين صاحب العمل والعامل، طب تعالى نعمل تحكيم وعقد تحكيم ما بينكم ونحكمه ونوثق دوت. طب ما بين الازواج بنعمل اعداد عرفيه، لان عايزه اقول لك دور العيله اتلغى
ما بقاش في عيله يا جماعه، يعني ما بقاش في عيله قادره تتحمل مسؤوليه انها تجيب حق بنتها، اللي هو ايه اللي هيتوسط في مشكله اللي هيدفع فلوس، يا اما هيشيل مسؤوليه ان لو الموضوع ما اتحلش هو اللي هيشيل الليله مصاريف ووي. فهم عايزين حل، فلا عيلتها هتقدر تتمسك تعرف تشيل الحل، ولا عيلته عايزه تدخله في مشكله، طب هنسيبه كده ومش هنحل لها الموضوع. فعملنا عادات عرفيه موثقه. يعني ايه موثقه؟ يعني بعد ما بنتفق على حلول، هنا في تنازل شويه وهنا في تنازل شويه، بنروح نوثق ده في المحكمه وليها اجراءاتها، وحاجه بتبقى سهله جدا. استاذن حضرتك بس عشان المداخله، معانا مداخله ونقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا تعالجت شهر كده ولا شهرين من الحاله النفسيه وكده، كنت يعني من النوع اللي انا كنت باجي من الجامعه او بتاعتي واقعد مع نفسي كده في الغرفه، كنت بطلع بره خالص. زي جالي اكتئاب، ما كنتش بعرف اكلم حد ولا حد يكلمني، حتى اهلي مش بعرف اكلمهم. بس بصراحة رحت لدكتور نفسي بصراحة ارتحت جدا، بس ما كملتش علشان اصحابي في الجامعة عندي بصراحة اجتنبوني خالص، ما عادش حد يكلمني. يعني انا قعدت شهرين اتعالج، بس شهرين صحابي اجتنبوني، ما حدش بقى بيكلمني خالص وبعد عني بصراحة. رفضت ان انا اروح اكمل تاني اصلا، بس رجعت نقطة الصفر تاني. رجعت نقطة الصفر. كويس. طب نصيحه بقى من الاساتذه للحاله دي. بنشكر حضرتك جدا، شرفتينا، ويرد على حضرتك حالا. طيب تعمل ايه بقى حالا؟ انا بس عايز اقول حاجه، ناس كتير جدا ما تعرفوش، انا لما يكون عندي مشكله نفسيه محتاجه اروح لحد، ما ينفعش اروح لطبيب نفسي، لان الطبيب النفسي ده كيميكال. انا بروح لو عندي حاجه محتاجه دواء. الطبيب النفسي مش هيقعد بيقعدني على الشيزلونج بقى ويرغي معايا ويحكي، هم كلمتين وهيديني الدواء وسلام عليكم. مش بقلل نهائي من دور الطبيب، ولكن هو دوره كده، هو بيشتغل في الجزء حاجه ليها مشكله نفسيه بسبب مشكله عضويه فبيعالج المشكله العضويه. تمام كده. في بقى الاخصائي النفسي او المعالج النفسي، المعالج المعرفي السلوكي او المعالج النفسي، ده بقى اللي بروح له لو شاف حالتي تستاهل ان هو يحولني على دكتور بيحولني. يعني المعالج اولا او الاخصائي اولا ثم الطبيب، مش العكس. تمام. بس احنا عشان مش عارفين اصلا في معالج وفي طبيب وفي اخصائي، احنا من نقطه لحضرتك هي قله الوعي والثقافه بتخلينا نخلط بالظبط كده، بتخلينا نخلط ما بين الادوار، ما بين الوظائف، ما بين طب انا اروح فين، اروح لمين، ابتدي ازاي. فده كله مختلط علينا في الامر، فمحتاجين ان احنا برضو نظبط الموضوع دوت، ومحتاجين يبقى فيه ارشادات، فيه توعيه كتير. الدكتور دور يديني دواء عشان لما اقعد مع المعالج، لو انا مثلا عندي اكتئاب، عنده اكتئاب مش عايز يتكلم خالص، عايز يعتزل، بيبقى عنده اضطرابات في النوم وفي الاكل وفي كل حاجه، فالدواء ده بيظبط المود شويه عشان لما يروح للمعالج يقدر يتكلم معاه، مش عشان يعالج الاكتئاب. فانا لما حد بيجي لي عنده مشكله نفسيه، اول حاجه انا ما بديش لحد حل كده، انت عندك كذا كده طب خد ده اعمل، لا ده مش دوري. انا دوري اساعده يخرج مشاكله دي بره قدامه، عارفه كده زي ما تفرشي حق مشاكلك كلها قدامك، يبدا يشوف المشاكل بتاعته بشكل مختلف من زاويه ثانيه، من اكتر من زاويه، ونبدا مع بعض واحده واحده نمشي على خطوات واحده واحده. هو بنفسه اللي بيعرف اللي هو محتاجه، هو بنفسه اللي يقرر يعمل ايه، يتصرف ازاي. يعني من الاخر مين صاحب القرار ومين اللي بيفهم؟ هو اللي بيفهم مشكلته، مش انا اللي بقولها له، بس بتوجيه وارشاد منه. يعني احنا بنتكلم مع بعض. طبعا جزء كبير جدا من مشاكل الستات بيبقى كبت، ضغط، ما عندهاش حد تتكلم معاه ويسمعها. يعني انا مثلا في ناس كده بتجيلي، اول ما تجيلي انا عارفه ان دي دلوقتي مش لو اديتها حل مش هتتكلم، هي عايزه تتكلم باستفاضه صحيح، وحد يكون منصت ليها وبيسمعها، مش عايزه حل. يعني بعد تاني جلسه تالت جلسه هي تبدا بقى تستجيب معاكي، اللي هو ممكن اعمل ايه. دي حاجه. معلش الحاجه الثانيه، ما ينفعش العلاج النفسي، مش عارفه اسمها ايه اللي اتصلت، بس العلاج النفسي زي ما انا المشاكل دي تراكمت عندي في سنين كتيره قوي ما بتعالجش من يوم وليله، فبرضه محتاج وقت. وقت على فكره، يعني وقت مش فكره وقت اللي هو انا هقعد سنه بتعالج، لا، انت السنه دي ماشي فيها بحياتك، يعني سنه ماشي بشكل موازي، ماشي في حياتك من اتجاه ومن اتجاه تاني بتظبط للي جاي، فهو بياخد وقت، بس بعد كده بيوصلني النتائج من وائله. يعني من وائله، وانا كنت عامله حاجه اسمها جروب الدعم النفسي. جروب الدعم النفسي كنت عاملاه للاستهداد من سن 18 سنه ل 40 سنه، وانا كنت قصدي احط الاعمار المختلفه دي مع بعض. بنتكلم في ايه في جروب الدعم النفسي؟ بنتعرف على نفسنا احنا مين، حدودنا النفسيه، ازاي نتعامل مع المخاوف اللي تواجهنا، ازاي اصلا نعرف نتعرف على افكارنا ومشاعرنا. لو تم اجي اتكلم حد عن مشاعره، ايه هي المشاعر؟ الحزن والغضب والفرح. ايوه حبيبي، وبعدين ما اعرفش
بالظبط. طب الجروب ده لسه شغال؟ لسه شغال. طيب تمام، اسمه ايه؟ جروب الدعم النفسي. جروب الدعم النفسي، يعني يا ريت الحاله اللي كانت بيكلمنا دلوقتي يا ريت لو تلجا الى الجروب ده، واي حد عنده مشاكل نفسيه يا جماعه يعني يا ريت برضو الكلام مع اخصائيين متخصصين في المجال بيفيدنا كتير. خلينا نستكمل الحوار مع حضرتك. ايوه كنا بنتكلم عن الجلسات العاطفيه. انا عايزه اضيف حاجه قالتها فاطمه، ان فعلا الناس يعني محتاجه اكتر تتكلم. يعني عايزه اقول لك فكره المحاماه العلاجيه جت من الناس الحالات اللي عندي، يعني الموكلين لما بيجوا لي فيقولوا لي احنا حاسين احنا خارجين مبسوطين قوي ومش كاننا يعني مكتب محامي دي والعياذ بالله، كل انا رايح محامي يعني ربنا يستر. فيقول لك لا احنا حاسين ان انت عالجتينا. فجت الكلمه يعني الفكره بتاعت الاسم المكتب عندي شركه المحاماه ان اسميها مكتب المركز المحاماه العلاجيه منهم هم، ان هم حسوا ان هو اتعالجوا. طيب نكمل بقى الجزء الثاني. انا بشتغل في القضايا ديت، اخر حاجه بلجا لها المحكمه. يعني كمحاميه اخر حاجه بلجأ لها المحكمه. احنا اتعلمنا في كليه الحقوق عندنا اوبشنز كتير جدا جدا لحل المشاكل، من اول يعني خدناها في تاريخ القانون وخدناها في فلسفه القانون وخدناها في حاجات كتيره قوي. احنا يعني كل محامي فاهم الكلام ده كويس جدا. فابتديت افعل الحاجات اللي خدناها نظري وما فعلناهاش. احنا بنشتغل نتخرج نشتغل في المحاكم وشكرا، محتاجين نطبقها عملي بقى برضه. فاشتغلنا عملت عقود تحكيم كتير جدا لقضايا ليها يعني نقدر نتفاوض فيها. زي ما قلت لك قضايا الدم، في ناس ممكن بنخلص قضايا الدم بالتحكيم والناس مش الكفن والكلام ده، لا ليها ديات وليها حاجات تانية وناس بتوافق الدم دي. ممكن واحد حادثه عربيه قتل واحد بعربيه فتوفى، يعني مش دم مش لازم يبقى طار. عارفه المشكله يا دكتور؟ اتفضلي يا فندم. مشكله مش دكتور انا استاذ بس. تسلم. المشكله ان بعض المحامين ما خدش المهنه رساله زي حضرتك، فهم دول اللي اساءوا الكلمه نفسها او المفهوم نفسه عند الناس، بمعنى ان هو خلاص كل قضايا انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اتطلق. طب يلا حبيبي على المحكمه. انت عايز انت عايز انا عايز احبس فلان يلا حبيبي على الاسم. فالقسم ما بيفكرش. لا بس ما لحظه، ده في عائد مادي من ده على فكره اللي انت ما تعرفوش. يعني انا لما بعمل عقد التحكيم ده بفلوس هي بس انا بقول للموكل ابحث عن العلاج اهم. انت اللي هتخسره في 3 سنين واحنا في المحكمه اكسبه دلوقتي، وهي انت هتدفع اتعاب وكل حاجه، بس وفرت 3 سنين من عمرك في قلق وتوتر وبتروح محكمه وتيجي طب ليه؟ فعملنا التحكيم، عملنا عادات العرفيه، عملنا حاجه اسمها دي حاجه خاصه بقى سبيشال بينا، سينما نظره. يعني ايه سينما نظره؟ انا عملت برنامج سينمائي خاص بالحالات اللي عندي، بحيث ان انا اقول لهم لا في بدايل لنفسك هتقدر تعملها قبل المحكمه. بمعنى انا لما بيجي الحكم ايا كان الحكم اللي بيجيبه غير مرضي للعميل، بمعنى حضرتك في قضيه نفقه مثلا، فجالي الحكم مثلا 1000 جنيه في الشهر. يا استاذه ال 1000 جنيه هتعمل ايه؟ يا حبيبتي هو مرتبه كده وده الحكم بناء على مرتبه. لا ما انا مش هتعمل لي. معلش يا استاذه حضرتك بس مداخله. اتفضل. معانا مداخله، اتفضلي يا فندم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي الانسه اللي انا دكتوره نفسيه يعني ولا بتسمع حد بس مش اكتر؟ استشاري اسري وتربوي. بص انا بشتغل في مجال العلاقات الاسريه، تمام، المشاكل الزوجيه تحديدا ما بين الزوج والزوجه سواء قبل الزواج او بعد الزواج، بينهم اولاد او ما بينهمش اولاد. بشتغل في المجال ده بقالي 10 سنين، تمام كده. يعني اي حد عنده مشكله، اي بنت عندها مشكله سواء وهي مخطوبه او اتجوزت او في اول جوازها او مطلقه او ارمله ايا كان، احنا بنشتغل معاهم ازاي ان هي يكون نوصل معاها في الاخر ايه افضل حاجه لحياتها، ولو معاها اولاد لحياه ولادها في المرحله دي او في الفتره دي، من الاخر تطلع ازاي يعني باكتر المكاسب. حتى من كلام استاذه سحر انا في حالات ببعتها لسحر، مثلا واحده مصره على الطلاق قوي ابعتها لسحر. سحر بقى يعني ايه لما تشرح لها. اتفضلي. طيب يا فندم اتفضلي. مش متجوزه ولا مخطوبه يعني، بس يعني ايه عندي مشاكل بين اصحابي وزملاتي كده. ف يعني بصي يعني مثلا بيغيروا مني، بحس بالغيره منهم، يعني هم بيغيروا مني زياده عن اللزوم، يعني في حاجات كتير بيغيروا مني فيها، فانا بتعصب وبكتئب. باجي من بره ما بحدش بيشوفني غير من الصبح. اكتئاب حاد جدا، انا مش عارفه اعمل بصراحه. يعني انا بصراحه متضايقه جدا من نفسي او منهم، مش عارفه. انا عايزه اتواصل معاكي اعرف مكانك فين. فانا رحت للدكتور ماشي، قعدت معاه شهرين بس، كان كل اصحابي عارفين. بس انا عايزه بقى انا اوصل لك انت، اوصلك ازاي؟ ممكن حضرتك تسيبي رقم حضرتك في الكنترول واحنا نتواصل مع حضرتك بعد البرنامج. شرفتينا ونورتينا، وهي حالينا ترد على حضرتك برضه يعني.
مصر كلها تعبانه نفسيا كميه اكتئاب غير طبيعيه. نتيجه الظروف الاجتماعيه والمشاكل الاقتصاديه والظروف الراهنه اللي موجوده على الساحه السياسيه، فالناس طبيعي ما فيش انسان لا يخلو من المشاكل. انا بس عايزه اقول لها حاجه، يعني من كلام حضرتك برضو ان ما فيش انسان لا يخلو من المشاكل. المعالج النفسي نفسه هو اصلا لازم يتعالج الاول قبل ما يعالج، فاحنا كلنا واحد. يعني ممكن يكون عنده اكتئاب فيطلعه على المريض؟ لا مش اكتئاب. لا مش كده. بص انت مع المشاكل النفسيه دي اساسها جاي من ايه؟ من التربيه ومن الطفوله ومن الحاجات حصلت معاكي وانت صغيره في الهيستوري بتاعك بقى كله. فطبيعي ان انت بيبقى عندك مشاكل من ظروف حياتك. ما المستشاري ده مش حد بقى ملائكي يعني، ولا حد بقى ماشي بالورقه والقلم بيحل مشاكله. فطبيعي بيبقى هو اصلا من الاول عنده مشاكل. فخلال رحله يعني في خلال الدراسه وانت بقى بتتعلمي عشان تكوني ازاي معالج، لازم انت نفسك اصلا تتعالجي عشان تعرفي تكوني موضوعيه، تعرفي تكوني حياديه. اعرف لما يجيلي مشكله، مش مثلا انت مثلا عندك مشكله من الوحده وانا اصلا وحيده، فتقعدي معايا انا من جوايا بعيط عليكي، انا اصلا مش عارفه احل مشكلتي، احل مشكلتك ازاي؟ فلازم انا الاول اصلا اكون عندي قدره كافيه جدا على حل مشاكلي النفسي الاول. عشان كده انا يمكن الـ الناس يعني الناس اللي بتيجي معايا بتكمل معايا ليه او بتجيب لي ناس تانية ليه؟ لان انا بصراحه الكلام النظري حلو قوي، العملي بقى على ارض الواقع ممكن اقول الكلام النظري حلو جدا تيجي تطبقيه. حبيبتي خليكي عندك حدود نفسيه من عناي، اعملها ازاي؟ يعني قد يصيب وقد يخرج. لما حد يجي ياخد معاكي يعني يتعدى عليكي، خدي موقف من عناي، هاخد موقف ازاي برضو؟ حته بس اثيرت في المداخله، بتقول لك عندي صحابي بيغيروا مني، وفي بعض الاوقات احنا بنخلط او احنا اللي بنحط نفسنا في الموقف ده، ان هو بيقول لك ده صاحبي خايف عليا او عايز مصلحتي. وفي بعضهم بيبقى مثلا بيديك النقد مش بناء، هدام، بيبقى بيعمل لك احباط نفسي من داخلك. ده دليل نجاح بقى، الغيره دي دليل نجاح. انت ناجحه على فكره. لا بس طب هي تعمل ايه؟ لا في واحد اقول لحضرتك على حاجه، في واحد مثلا لما بيحقد مثلا على الاستاذه فاطمه او على الاستاذ محمد او على الاستاذ بيحقد عليه ان معاه نعمه بيتمنى زوالها، فبالتالي هو ممكن يقدم له النصيحه او زي ما بيقولوا كده بيحط له السم في العسل، اللي هو يديله النصيحه ان انا خايف عليك ومن ناحيه تانية بيظهر له الجفاء للجانب دوت فيخليه يخسر النعمه اللي في ايده. فهي بتتكلم على حته زي دي، فازاي نتفاداها؟ هقول بس جزئيه مهمه جدا، احنا عندنا مفهوم الحب او تعريف الحب نفسه اصلا مفهومنا عن الحب مشوه. عشان كده اغلبيه الناس اللي بتقول ان هي بتحب بعض او زي ما حضرتك قلت كده خايف عليكي، فمثلا لك افتح الجي بي اس تبعك طول ما احنا مع بعض عشان بخاف عليكي. فكره اصلا ممارستنا للحب بيننا وبين بعض مش كازواج، كاصحاب بقى، كاهالي، فكره اصلا فيها مشاكل كتيره جدا. فالاول قبل ما نشتغل على المشكله، ما بص المشكله دي عرض لمشاكل جدري بقى، مشكله اساسيه. لما تشتغل شغل على المرض بالظبط. فلما ارجع للجدر الاول اصلا لازم نعمل حاجه اسمها تصحيح افكار. انا لو حطيت فكره ان فاطمه مثلا بتغير مني، ممكن تعملي اي موقف عادي، انا فسره ان انت غيرانه مني، ممكن تكوني بتغيري ممكن لا. صحيح. فالفكره كلها ان انا لو حددت المشكله غلط بالتالي انا كل اللي خدته عليها اللي جاي كل التصورات كل كده غلط. فلازم الاول اصلا نعمل حاجه، الاول نتعرف على نفسنا، افكارنا احنا بنفكر ازاي، الحاجات الخاطئه، الانواع التفكير. لا مثلا التفكير بشخصنا، انا مثلا من الهرم، فحد يقول لي يا الهرم دي زحمه ودمها تقيل، فازعل قوي واخد انا مالي يعني. طب بتكلم على الهرم؟ لا انا بربط ده بيا بس. ما بتكلمش على شخصي. ايوه ايوه. فعندنا بقى انواع تفكير مختلفه، التفكير باللي هو الاعمم، يا ده المنايفه كلهم بخلة. ايوه ملهاش علاقه، ما كل طايفه فيها الحلو فيها الوحش. الكارثه بقى مش ان انا بعمم على اللي حواليا، الكارثه ان انا بعمم على نفسي الاول. انا حطيت مثلا لنفسي كده، حكمت على نفسي ان انا ما اعرفش اتصرف في الموقف، فاي موقف يجي طبيعي مش عارفه اتصرف. فلما يجي واحده تقول لي انا مش عارفه اتصرف في موقف او عندي صاحبتي بتغير مني، لا تعالي الاول نشوف اوصل اول تعرفي على نفسك انت مين، افكارك ناحيه الناس وناحيه نفسك عامله ازاي، مشاعرك احاسيسك عامله ازاي، بعد كده نبدا بقى المشكله دي. اما اصلا بتلاقيها راحت لحالها لوحدها. داخله. طيب اتفضل. اتفضلي يا فندم. الو الو، مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. مش عارفين على ما يبدو ان في مشكله او الاتصال اتقطع. نرجع لاستاذتنا استاذه فاطمه. معلش اكمل بس نقطه واكد عليها، فكره الحدود النفسيه. ايه هي الحدود النفسيه؟ ان انا اكون عارفه ازاي احمي نفسي من اي خطر ممكن يهددني. ليه بتلاقي طرف ينفع حد يمارس يعني مثلا تلاقي ام عندها ابن يعني ممارسه عليه كل انواع الاذى، ابن تاني ما بتقدرش تيجي جنبه مع ان هي نفس الشخص، اشمعنى قدرت تمارس على ده القهر وده ما قدرتش تيجي جنبه؟ عشان ده ما سمحش ان حد يأذيه.
انا مش بقول بقى بر مش هندخل في عقوق الوالدين، بس انا بتكلم في جزء في جزئيه ان انا اللي بسمح لنفسي مين يجي عليا. عشان كده لو هنصحك نصيحه اقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، احنا بنبدا من نفسنا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انا ببدا من نفسي، ببدا اشتغل على نفسي، بعد كده مع الوقت بصي رجعت لنا المداخله ثاني. تمام اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. انا حابه اشكر بس البرنامج ان هو بيناقش برامج مهمه مهمه كده. شرفتينا يا فندم ونورتينا طبعا. يا ريت بس توطي التلفزيون وتسمعينا من خلال التليفون. الو ما حضرتك يا فندم كملي. الو تقريبا هتوطي التلفزيون. طيب على ما ترجع برضو نكمل حوارنا. بس فانا اللي انا عايز اقوله ان البدايه من نفسنا. حتى لو رجعنا تاني بقى الموضوع الاولاني، فكره الجريمه، الجريمه بتبدا من مين؟ انا لما اجي اعمل جريمه يا سحر زي ما انت بتقولي، الجريمه الاساسيه اللي حصلت منه هو ولا منها هي؟ من نفسه. من نفسها. بص الجريمه الاساسيه انا اول حق انا اللي ارتكبتها في حق نفسي. بالظبط كده. اول جريمه ببدا ارتكبها بتبقى اصلا في حق نفسي. حتى لما اجي انتقم من حد انا بضيع عمري عشان انتقم من حد تاني، فانا اجرمت في حق نفسي. بالظبط. هي اصلا اللازمه عندها انها كل ده بيأثر عليها وعلى حياتها. طبعاً. هي بتقول انا برجع من الجامعه بقعد مع نفسي وما حدش بيشوفني. انتي تعالي لي بس، مش عارفه اسمك ايه والله، بس انا شرفت بيكي جدا. بس تعالي وهنبدا زي ما بقول لك انا نشتغل انت يكون عندك وعي بنفسك. هيكون في تواصل ان شاء الله باذن الله. وصدقيني دي مشكله بسيطه، مش هتاخد وقت طويل. ونرجع طبعا لاستاذتنا صحه المحاماه العلاجيه. رساله ومهنه. تمام اكلمكم بقى لما اتطورت الجريمه، يعني المحاماه العلاجيه يعني حلتها ازاي. لان مع تطور الجريمه زي ما قلت لكم لما تجيلي حالات، طبعا الحالات اللي بحكي لك عليها دي كانت قديمه شويه، وابتديت احس ان عندي حالات كتير بتتساقط بيموتوا. يعني انا يعني عفوا انا بقيت ابكي عليهم. يعني انا بقيت زعلانه ان انا بحل لهم المشكله. يعني بوصل لحل، طب تعالي روحي لزوجك وارجعي وناخد عليه تعهدات والكلام دوت. بس للأسف إن الطرف الآخر لأنه عارف إن القانون مش هيطوله، أو عارف إن المسألة طويلة حبالها طويلة، فبياخد حقه وقتي. فمين الضحية دايما؟ الست. مين الضحية دايما؟ الأضعف. فوصلت لحالات قتل في عدد الموكلين عندي كثيرة جدا. يعني حد كان مدمن مخدرات قتل، بعد ما رجعتهم له بعد حدفها من الدور السابع ماتت. حالة أخرى يعني أبكتني والله، قفل عليها باب الشقه عشان ما تروحش تاخد جرعه الكيماوي لانها كان عندها كانسر. لا 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 عندي عشان ما عملتلوش غدا. انا حزنت ان انا رجعتها لي، او حزنت ان انا ما قلتلهاش على مكان تاني تروحه تبعد عن الحالات دي، او تبعد عن الاماكن الخطر. طيب الجديد بقى دلوقتي ان احنا بنعالج الحاجات دي ازاي؟ الدوله ابتدت تتدخل لما الموضوع ايه؟ ابتدى يتفشى. بقت الناس ما عندهاش مأوى، بقيت ارتضي بالجريمه ايا كان نوعها، سواء اطفي سجاير، اقفل عليكي، ما اوديكيش تاخدي جرعتك، ارميكي من الدور السابع. فالدوله لما ابتدت تاخد بالها ابتدى كذا فرع يبتدي يحل المشكله، زي بالزبط. عندنا المجلس القومي للمرأه. بالظبط. المجلس القومي للمرأه بيعمل حاجتين عشان بس نبقى عارفين، بيوفر محامي مجاني للسيدات الغير قادرات. حلو؟ طيب دي اول مشكله، مشكله الفلوس اتحلت. طب انا برضو عقبال ما القضيه تخلص قدامي سنه سنتين، والخلع 7-8 شهور، طب هروح فين؟ ما انا يا هموت يا هعمل جريمه. فالمجلس برضو عمل حاجه لطيفه جدا، حاجه اسمها مأوى. بقى يوفر مأوى للسيدات اللي ما عندهمش مكان، بحيث ان هي تستقر في المكان ده لغايه ما تبتدي تيسر امورها، تلاقي شغل، القضيه تخلص، تطلع لها نفقه كويسه. ده اول حاجه. حاجه كمان رائعه جدا برنامج عملته وزاره التضامن اسمه موده. رائع جدا. ببتدى اجيب الحالات، والحالات بقى مش شرط زوج وزوجه، اخ واخ، عفوا ابناء مع او ابائهم، اطفال معرضين للعنف. كل الحالات ابتدى يعالجها البرنامج دوت، وابتدي يتعامل معاهم بمنطق الاطفال اللي اهاليهم بيعنفوهم وممكن ياذوهم لدرجه زي ان هم يموتوا متحللين، او يموتوا بعاهه، او الاب خلاص وصل لمرحله اللي ممكن يرمي عياله من النيل. هم بيبتدوا يبنوهم يعني. لا وفروا حاجه اسمها اسر بديله. بقى في انا عايز 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 اتبنى ابن مش لقيط، لا بيديك اسر بديله، دي بتاخديه بشكل مؤقت زي عقاب. الكلام ده كنا بنسمعه في امريكا. لا اتطبق عندنا وفقا لقانون الطفل. قانون الطفل 12 لسنه 2008 بيعمل ايه بقى؟ بيجي ياخدوا منه الطفل، مش يحطوه في احداث. لا ما هو الطفل مش احداث لو الطفل هو اللي عمل الجريمه. لا هو الطفل اتعملت عليه الجريمه،
فبياخدوا الطفل ده ويودوه لاسره بديله. عايز اقول لك من العقاب يعني شهر ست شهور لغايه ما الاسره تتعدل ويتكتب تقرير اجتماعي عنها ان هي بقت اسره سليمه يرجعوا لها الطفل تاني. فالموضوع ده انتشر قوي، بقى في ناس كمان اللي عايزه تقدم ان هي تبقى اسره متطوعه ان هي تاخد اطفال تحميهم بقى موجود دوت، غير فكره التبني. موضوع التبني ده قصه ثانيه. لا ده جميل جدا. الجزء الثالث بقى اللي اكثر روعه الازهر، الازهر الشريف يعني، اللي هو يعني اذهلني انا شخصيا. جات لي حاله هربانه من اهلها عشان خاطر ضغط ضرب الاب بيضربها ومرات الاب بتعتدي عليها، والموضوع يعني تفشل لدرجه ان هي حاولت الانتحار اكتر من مره وما اصابتش. فقالت خلاص انا مش هنتحر في المحافظه اللي انا فيها، انا هاجي انتحر في مصر محدش عارفني. فحد لقاها يعني وقال لها تعالي يا بنتي وما توصيش المرحله دي. وكان عندنا حلقه برضو عن موضوع العنف ضد الاطفال والسيدات وكده، فكان تليفوننا مكتوب. فبالصدفه كلمنا وقال والله البنت دي احنا مش عارفين نعمل فيها ايه، واحنا حاولنا ان احنا واحنا مش خايفين مش عارفين نسيبها، لو سبناها هتروح على النيل احنا عارفين. فروحنا خدنا البنت ديت. يا بنتي ايه العنف ده؟ طبعا انا مهما حصل اجراءاتي القانونيه تجاه الاب محدوده، اللي هو هنعمل له محضر ان هو ادى العنف المنزلي، العنف الاسري اللي هو اتعمل عليه سبوت عالي، ابتدى تعمل له محضر وبتاع. والقضايا اللي من النوع ده لو البنت تنازلت هو مش هيتعاقب، لان هي من الدرجه الاولى بيجوز التصالح فيها. طب ايه اللي حصل؟ رحنا الازهر. يا ازهر احنا عندنا مشكله، حاجه اسمها لم الشمل، مش عارف سمعتوا عنها ولا لا. هي من فتره كانت لجنه هي كانت 2018 وحده لم. المهم وحده لم الشمل لجنه الفتوى عاملاها بالفعل، وكان معايا حد في حلقه من الحلقات كنا بنناقش قضايا الزواج وزواج القاصرات والكلام ده كله، فاتكلم برضو عن المبادره دي. عايز اقول لكم مش مبادره طبيعيه ومش ناس طبيعيه بجد، احنا الواحد فخور ان احنا من بلد الازهر. ما هي المشكله يعني كلها. اقول لحضرتك على حاجه، ان انا بيتعمل حاجات كتير حلوه محدش يعرف بيها حاجه، ما بيتسلطش الضوء عليها قد ما بيتسلط الضوء على السلبيات. فاحنا عملنا ايه؟ وجهنا الحاله، رحنا مع الحاله، مجلس قومي قال لك انا هعمل لها ايواء. بس ان في ضغط كبير في التليفونات، احنا موضوع شائك قوي. طيب مفيش، فمعانا مداخله تليفونيه نقول الو. الو 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 الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك اتفضل. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم شرفتنا يا فندم ونورتنا، اتفضل. الو اتفضل مع حضرتك. والله اتفضل. الو والله مع حضرتك. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور بعد اذنك. مع حضرتك، بس يا ريت تفصل التلفزيون او توطيه وتسمعنا من التليفون. ماشي يا فندم معاك. عايز بس اكلم الدكتور علشان خاطر ال مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل مع حضرتك. لا تأثير على الجسم نفسه. هو بيقول ايه معلش؟ تاني يا فندم. السؤال تاني مرة؟ السؤال مع حضرتك تاني؟ ايوه. على ما يبدو ان الاتصال اتقطع. هو تقريبا بيقول انها لي تقريبا بيقول ان الحاله النفسيه ليها تاثير على الجسم. طبعا طبعا اي الامراض النفسيه بتاثر جدا على الجسم، والمشكله ان لو مرض نفسي جاب لي مرض عضوي ينفع لو عالجت النفسي ما يجيليش العضوي، لكن لو جالي خلاص اتحول لمرض عضوي. كنت بتكلم مع طبيبه نفسيه قالت يعني حرفيا ان الامراض النفسيه دي بتترجم لامراض عضويه بالظبط، فالحاله بتبقى خطيره جدا يعني. ما بص حاجه جواكي لازم تخرج، انت ما خرجتهاش بالشكل الصحيح بتاعها، تحاول تخرج بكذا طريقه تانية. زي بالظبط زي بالظبط زي احنا زي ما احنا بنقول كده، الفرح الشديد او الحزن الشديد طبعا ده كله بيأثر على قلب الامراض النفس جسميه يعني. الفرح الشديد يجيب جلطه والحزن الشديد يجيب جلطه يعني. اي مشاعر زياده عن حدها سواء لفوق او لتحت يعني زياده او اقل فيها مشكله، في خلل. طب واضح انه كان محتاج حل يعني. لو مثلا نفسيته تعبت شويه وده ترجم على جسمه هو حل. حصل له امراض مثلا يعمل ايه؟ انا رايي انه يروح لاخصائي نفسي او استشاري اسري، ولو الاستشاري الاسري شاف ان هو وصل لمقينة عنده مشكله جدا فعلا عضويه يعني حصلت له بالفعل، يحوله لدكتور نفسي. استاذ سحر قبل الختام اتفضل نصيحه لحنا نصيحه اخيره لاصحاب مهنه المحاماه. طيب قبل يعني اسمح لي بس قبل النصيحه، لان كان في جزئيه مهمه جدا لازم اكلمكم فيها. اتفضلي طبعا. من تطور برضو موضوع الجريمه، موضوع الانترنت ومشاكل الانترنت. يا جماعه الله يخليكم، لا في قانون بيحمي موضوع الانترنت، ان انت يبقى عندك خصوصيه في اللي بتبعتيه. معلومه مهمه لازم تعرفيها، لو انت حتى بتبعتي لجوزك رساله او جوزك بعت لك رساله وانت بعتيها لاختك مثلا،
والرساله دي في حاجه تخدشه هو وحاجه فيها اهانه، من حقه يقاضيكي على فكره. ما تفتكريش عشان زوجك ولا خطيبك، ومش لازم يبقى حد من بره خد صور وخد من تليفونات، يعني من حقه يرفع قضيه طبعا. مباحث الانترنت على طول موجوده في كل محافظه، بيتحرر بيها محضر، وبيجيبوا التليفون وبيجيبوا مين اللي بعت. فدي نوع الجرائم الجديده اللي الناس مش عارفه تتصرف فيها، فبيعملوا ايه؟ بيدفعوا فلوس بقى، انا باخد على الابتزاز، او بياخدوا حد يقتلوه يستدرجوه عشان يقتلوه. وبالتالي يا جماعه ما هي دي نوع جريمه جديده اتطورت على مجتمعنا، فلا لازم نحمي نفسنا من دوت بالتوعيه. روحوا لمحامي اسالوه، روحوا لاستشاري نفسي قبل ما تاخد تعقد النيه، يا اما على جريمه او على انك تبقى سلبي في حياتك. لا، ما تبقاش سلبي في حياتك، خد الاول المعرفه وبعد كده خد قرار. اهم حاجه يكون صادق مع نفسه، يبصر نفسه بعيوبه، ده حقيقي، وبعد كده يتوجه من خلالها. النصيحه بقى هي مش نصيحه، هم زملائي انا بتعلم منهم حقيقي، وكلهم اساتذه عظام وكل حاجه. وعارفه ان مساله الوقت ومساله ان احنا بنجري على اكل عيشنا كلنا، محتاجه ان احنا عايزين نخلص القضيه. انا اتمنى ان زملائي يتبنوا الافكار الجديده، فكره التحكيم، فكره التوعيه قبل ما ترفع قضيه. وصدقني احنا بناخد اتعاب مش ما بناخدش، ما احنا يعني مكاتبنا شغاله ازاي والاساتذه الموجودين والاقسام اللي فيها. خد اتعابك زي ما انت عايز، بس وصل العميل بتاعك لبر الامان. بر الامان ده مش انك ترفع له قضيه بس، راجع كده خصوص القانون اللي احنا خدناها في اولى وثالثه ورابعه، راجع كل ده هتلاقي ان عندنا كذا حل، وده هيتحط لك اصلا في ميزان حسناتك. وختاما بنشكر نورتونا يا جماعه النهارده، استفدنا من حضراتكم جدا الحقيقه، وبنشكر مذيعتنا استاذه فاطمه، وبنشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم خطوه.